سيارة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. اليوم الشركات الصينية ما شاء الله جالسة تثبت جدارتها، إمكانيات وجودة وسعر مناسب. أنا أشوف إنه خيار ممتاز جدا جدا. السيارة تحمل تصميم عصري يدل على فخامة في الصنع، والأكثر من هذا الضمان المفتوح والسعر المناسب لها، وهذا بحد ذاته يعني شيء حلو.